بالفعل أثناء كيفاشكم معنا لحظة إخراج وجود شخص ثاني من طرف عناصر القيادة المدنية وأنتم غادي تشوفوها اللي غادي يتم النقل ديالها حتى هي إلى ماشي ولد دربنا فهمتيني اللي قريب لينا بزاف ولا شي حاجه فهمتيني هو من الجاليه ساكنه المدام ديالو الام ديالو هنايا ولا شي حاجه جالي وما فهمتيش حنا راه بحالنا بحالكم كلشي مصدومنا الاسباب بالضبط علاش دارت الجريمه الله اعلم فهمتي ما نقدرش نقول لك علاش زعما اللي كي اخويا هو انه طفل نوامر فهمتيني قبل ما يطبق العمليه ديالو طفل نوامر ديال مو مرتو العيباش قتلهم الله يسمح ليه والله يغفر لهذوك الناس داك لا راه عيط المال للوقت شعل البوطه والعيباش وانا كنبقى كيتسنى البوليس حتى جا ورا نقز فهمتيني راه قال لك راه هزوه باقي حي راه باقي ما ماتش هو رداو فهمتيني فعلى الاخر ديالو تشخر خير هو داك الشيء واخويا اش نقول لك سي زعما ماشي زعما شي واحد اللي فوضوي صداع شي لعيبه فهمتي اليس اليس اللي تعاود ديال مول الحانوت الجيران كذا كلشي كيقول لك راه اليس فهمتيني زعما انسان عادي ولكن واش شي دروغه ولا شي حاجه الله اعلم ما تقدرش تعرف شنو هو كاين بوكا لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يعني عطى الراس والمدح والعباده اللي هو اولى بها ومن مباشره وصى بالوالدين يعني اخويا راه الوالدين واخا يقولوا لك شرك بالله واخا صاحبهما في الدنيا معروفه والصراحه اخويا الشرا شي ظرف الخاطر والله الله يسمح لي اخويا حتى حنا راه تنتخيلوهم ماتوا تنبداو نبكيو وصاحبي شي حاجه بحال هكا الله يلا حشومه بالله الله يدير اللي فيها الخير اللي هوايا الله اش غنقول لك منه والله الجزاء ديالو عند الله اي واحد تيشوف هذا الفيديو اخوان تهلاو في والديكم تهلاو في والديكم بزاف اقسم بالله التراب ديال رجلهم فوق راسكم يقولوا اللي قالوا تقاتلوا على قبلهم طرفه الخبز على قبلهم كل شيء على قبلهم الله راه هذاك الشيء هو اللي غادي يرجع عليكم ان شاء الله بالنفع بفضل الله ان شاء الله غادي تكونوا مرضيين واللي بغيتوها ما غاديش تخسر ليكم وربي غيوجد لكم الرزق اللي بغيتو ان شاء الله ولكن راه الباب رزق الوالدين يا خويا الا كنتي مسخوط ما غاديش توصل لشي حاجه ان شاء الله من داكشي اللي كتمنى انت اللهم اخويا يكون مرضي وضحي على قبل والديك هما الاولين اخويا الله يسمح لينا منهم وصافي لانه نقولوا سيبوزون كاع مثلا تكون خيانه تكون فهمتيني لانه هنا كاين مثلا نقولوا الزوجه والاب حنا نتشاضوا مثلا كاين خيانه ما بين هذيك الزوجه مثلا الزوجه خانتك واش الحل هو تقتل امك ولا تقتل با ولا شي حاجه راه ماشي هو هذا الحل فهمتيني بنادم خصو يريزوني شويه عندك قانون تبع القانون ديالك فهمتي ولا حرج عليك ديك الساعه غتخرج تخرج براسك مرفوع ضرابكم مرفوع ولكن بنادم دابا ها انت هو ما خلل الاخره ديالو ما خلى الدنيا حنا شوف حنا نقولوا الاسباب وتتعدد الاسباب شي تعدد الاسباب ان شاء الله يجعل نقولوا حنا مثلا الام ديالك مثلا دارت لك شي حاجه واش غتموت تقتل جينا في الهضره وهذاك الشيء فهمتيني وانا غنكمل نزيد على الوصيه ديالو كيف ما قال هو فهمتيني اخوان الله يرحم والديه ان شاء الله في الوالدين ديالكم والوالدين والوالدين وبالخصوص الام راه الرسول راه وصى على الام ثلاث المرات عاد باش جبد سيره الاب ان شاء الله في الوالدين الله يسهل فهمتي على الجميع وكذا وراه القتيله وهادشي راه عمره ما كان حل انتحار والقتيله راه ماشي شوف كان تكون اللي بغات تكون فهمتي ما كاين لاش توصلوا كاع لهاد الدقيقه شكرا.